هننتقل بعد ذلك للموضوع الثاني اللي يهمنا في شابتر 5 اللي هو الكاينيتيك انرجي او طاقة الحركة. Kinetic energy is the energy of a particle due to its motion أو الطاقة اللي بيكتسبها الجسم خلال حركته. بنرمز للكاينيتيك انرجي بالرمز K. K equal نص M V تربيع. إذن الK هي الكاينيتيك انرجي. الM is the mass of the particle. الV is the speed of the particle. حاصل ضرب نص كتلة الجسم في مربع السرعة. A change in kinetic energy is one possible result of doing work to transfer energy into a system. بيقول لي ان التغير في طاقة الحركة بيكون ناتج من الشغل المبذول اللي بيسبب نقل الطاقة طبعا الى او من النظام. Work kinetic energy theory. هناخد نظرية الشغل وطاقة الحركة. Work kinetic energy theory states that. بتنص على ان sigma work مجموع الأشغال المبذول على الجسم equal Kf minus Ki أو التغير في طاقة الحركة. Kf اللي هي الفاينل كاينيتيك انرجي، Ki الانيشال كاينيتيك انرجي. إزاي بحسب الفاينل كاينيتيك انرجي؟ نص MVF تربيع، حيث الـ Vf هي سرعة الجسم النهائية، ناقص طاقة الحركة الابتدائية نص MVI تربيع، حيث الـ Vi هي سرعة الجسم الابتدائية. When work is done on a system and the only change in the system in its speed. التغير الوحيد في السيستم هو سرعته. The work done by the net force equals the change in kinetic energy of the system. وده نص الwork kinetic energy theory. If the speed of the system increases, the work done on it is positive. لو الwork المبذول على الجسم كان موجب، ده هيسبب زيادة سرعة الجسم. والعكس صحيح. The speed of the system decreases. امتى تقل سرعة الجسم؟ If the network is negative. لو محصلة الشغل المبذول على الجسم كان سالب. الباور او القدرة. ايه مفهوم الباور؟ When an amount of work delta W is done in a time interval delta T. كمية الشغل المبذولة اللي هي delta W خلال فترة زمنية مقدارها delta T. The average power, القدرة المتوسطة, is defined as the average rate of doing work أو معدل بذل الشغل. يبقى الـ B average equal delta W by delta T. طيب لو حبينا نحسب الـ instantaneous power أو القدرة اللحظية, القدرة عند أي لحظة, dW by dD أو equal الـ F في الـV, حيث الـ F القوة المؤثرة على الجسم والـ V سرعة الجسم اللحظية. الـ SI power, SI unit of power is a joule per second أو اللي احنا بنسميها بنطلق عليها الوات. في مضاعفات للوات, الـ 1 كيلو وات اللي هو إيكوال 10 أس 3 وات, في الميجا وات وفي الجيجا وات. لكن من الوحدات المهمة اللي هي الـ HP أو وحدة الحصان الميكانيكي ودي بنسمعها كتير, بتساوي 746 وات. نكمل حل بعض الاكزامبلز على شابتر 5. اول سؤال عبارة عن مالتيبل تشويس او كويز. if aspirin compressed by x, نابض انضغط بمقدار x, the elastic potential energy stored in aspirin of a force constant k, مديني رمز ثابت القوة او معامل الصلابة للنابض is, وجايب لي مجموعة خيارات. هل نص كي اكس تربيع ولا ربع كي اكس تربيع ولا نص كي اكس ولا ربع كي اكس. طبعا من نظرية الورك انرجي ثيوري ان الشغل المبذول على النابض اللي هو بيساوي نص كي اكس تربيع هيساوي الطاقة المختزنة في النابض. يبقى الاختيار الصح هو رقم A. نشوف المثال الثاني. A girl of mass بنت كتلتها 40 كيلوغرام climbs a rope بتتسلق حبل طوله 8 متر at a constant speed بسرعة ثابتة in 15 seconds. يبقى أعطيني كتلة البنت طول الحبل اللي هتتسلقه وبيقول لي بسرعة ثابتة, ودي معلومة مهمة جدا, وأعطيني التايم اللي تسلقت فيه الحبل. Compute the power she expresses against gravitational force. احسب القدرة المبذولة ضد قوة الجاذبية. بذهب مباشرة لقانون الـ average power delta W by delta T. يبقى مطلوب مني احسب الدلتا W. انا عندي الفترة الزمنية اعطاني في المسألة, الشغل اللي هتبذله البنت عشان تتسلق حبل. البنت, افترض ان دي البنت طالعة على الحبل, هتبذل قوة وزنها الاسفل بتساوي قوة الجاذبية الارضية, لان قال لي بتتحرك بسرعة
ثابتة، يبقى مجموع القوتين بيساوي صفر، أو الـ F هيتساوي الـ MG. بعوض في قانون الورك F دي كوساين ثيتا، يبقى الـ F عندي MG، الدي موجودة المسافة اللي تسلقتها اللي هي طول الحبل. كوساين ثيتا واحد هيقول إن القوة الأعلى يبقى الزاوية 90، لا، القوة الأعلى والإزاحة أيضا لأعلى، يبقى الزاوية بين القوة والإزاحة 0. وكده بحسب الشغل، أقسم على الدلتا تي يطلع لي الباور 209 واط. مثال رقم 3، 6 كيلوغرام بلوك انيشيالي ات ريست، جسم كتلته، ادي اول معلومه الكتله. انيشيالي ات ريست، تاني معلومه الفي اي بي 0. بولد تو رايت الونج هوريزونتال فريكشنال للسيرفس، اتشد ناحيه اليمين على سطح افقي املس. باي ا كونستانت فورس، ادي القوه اللي بتسحب الجسم. تالت معلومه الاف 12 نيوتن. ذا سبيد اوف ذا بلوك افتر ات هاز موفد 3 متر، احسب سرعه الجسم الفاينل فيلوسيتي أو الفاينل سبيد. وحطيت لي بين قوسين يوز وورك انرجي ثيوري، يعني رابطني أحل بطريقة معينة. بكتب قانون الورك انرجي ثيوري، سيجما وورك بيساوي كي اف ناقص كي اي، أو نص ام في اف تربيع ناقص نص ام في اي تربيع. بعوض عن قيمة الشغل العلاقة اللي بحسب منها الورك، الاف دي كوساين سيتا الطرف الايمن، نص ام في اي تربيع، كل المقدار ده هيساوي صفر لان السرعة الابتدائية بصفر. القوة موجودة، الدي موجودة، الاف في نفس اتجاه الازاحة، يبقى الزاوية بينهم 0 وكوساين 0 بواحد. بوصل في النهاية ان الـ VF تربيع بتساوي 12، باخد جذر الـ 12 حسب السرعة النهائية للجسم. هنا ربطني بطريقة معينة لان نفس المثال ده ممكن يتحل بنيوتن سكند لو ومعادلات الحركة. المثال الرابع، 40 كيلوغرام بوكس انيشيالي ات ريست، ادي الكتله، نفس المعلومه الفي اي بصفر، الجسم ساكن. بوجد 5 متر الازاحه الاكس الونج ارف هوريزونتال فلور، لكن هنا رف يعني خشن او فريكشن. ويز ا كونستانت ابلايد هوريزونتال فورس، بقوه افقيه مقدارها 130 نيوتن. اف ذا كوفيشنت اوف فريكشن، مديني معامل الاحتكاك الحركي الميو كي 0.3. فايند، احسب، طالب مني اربع مطالب. ذا ورك دان باي ذا ابلايد فورس، الشغل المبذول بواسطه القوه اف. ذا ورك دان باي ذا نورمال فورس، اللي هي القوه العموديه. The work done by the friction force، قوة الاحتكاك. The change in kinetic energy of the box، حقيقي ده مثال شامل، هنشوف الحل step by step. أول سؤال بيقول لي احسب الشغل المبذول بواسطة القوة F، بكتب قانون الورك ال F دي كوساين ثيتا، عندي قيمة ال F 130، الإزاحة 5 كوساين 0 لأن القوة F في نفس اتجاه الإزاحة، يطلع للشغل 650 جول. طيب احسب شغل الـ FN او النورمال فورس، رسمت النورمال فورس القوى العمودية، باين قوي ان الزاوية بين الـ X والـ FN 90 درجة، اذا كوساين 90 بصفر يطلع للشغل كله يساوي صفر. الورك اوف الـ FK قوة الاحتكاك، فين قوة الاحتكاك؟ عكس اتجاه الحركة، يبقى الزاوية 180 درجة بين الـ FK والـ X. بحسب شغل قوة الاحتكاك، الـ FK في الـ D كوساين 180. أنا ما عنديش قوة الاحتكاك، فيبقى لازم أرجع لشابتر 4 وأحسب قوة الاحتكاك اللي هي بتساوي سالب الميو كي في الـ FN. طب الـ FN في الحالة دي بتساوي إيه؟ بتساوي الـ M في الـ G. حسبت قوة الاحتكاك، ضربت في الـ D كوساين 180 بسالب 1، وكده نتج شغل قوة الاحتكاك. احسب التغير في طاقة الحركة، طبعا من قانون الورك كاينيتيك انرجي ثيوري، ان السيجما وورك المبذول على الجسم بيساوي الدلتا كي. اذا الدلتا كي ايكوال حسب شغل الابلايد فورس زائد شغل النورمال فورس اللي هي بتساوي صفر زائد شغل قوه الاحتكاك، طلع الشغل الناتج 62 جول، يبقى التغير في طاقه حركه الجسم بيساوي 62 جول.